أهلا بكم. لماذا تضيع حقوق المواطن العراقي الإنسانية والوطنية والمالية؟ لماذا يصبح الوطن سجنا؟ تمارس ضد المواطن العراقي شتى أساليب القمع والنهب والسلب لحقوقه وثرواته، وتستهدف حريته وتقمع كلمته وتسيل دماءه إن طالب بحقوقه المشروعة في وطنه. من له المصلحة بجعل المواطن العراقي مسلوب الحقوق الإنسانية؟ لتبنى السجون والمعتقلات لشبابه بدل بناء البنى التحتية والمعامل والمصانع والمنشآت، وترتفع نسب الفقر بحسب وزارة التخطيط الحكومية إلى أكثر من 31%، ولتزداد أعداد العاطلين إلى أكثر من 11 مليون عاطل. كيف أسهم نظام المحاصصة بنهب ثروات الشعب العراقي وتحطيم آمال شبابه في العدالة والحرية والحقوق الوطنية؟ سنضع مشاهدينا الكرام تحت الضوء نظام المحاصصة وكيف أسهم في سلب حقوق العراقيين الإنسانية والوطنية والاقتصادية. وأرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. ضيفي في الأستوديو الأستاذ شاهو القرداغي، الباحث والمحلل السياسي. مرحبا، تحياتي لكم والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ شاهو. وأرحب أيضا بضيفي الدكتور سناء عبد القادر، الخبير الاقتصادي العراقي. دكتور سناء، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. يوما بعد يوم تزداد أحوال العراقيين سوءا، وتسلب حقوقهم الوطنية والإنسانية والمالية في ظل نظام المحاصصة الذي خلف حكومات اتسمت بالفساد. حيث يشير خبراء اقتصاديون أن مجموع موازنات العراق في السنوات التي تلت 2003 هو أكثر من تريليون ومائة مليار دولار، حيث تبخرت هذه الأموال ببساطة ولم تفلح محاولات الكشف عن مصيرها. من جهة أخرى، فقد أفرز نظام المحاصصة بحسب محللين سياسيين ميليشيات تمثل أدوات إيرانية لنشر مشروع طهران الديمغرافي واستنزاف ثروات العراقيين لخدمة هذا المشروع. واتسم سياسة حكومات النظام منذ عام 2003 باستخدام سياسة ملء السجون والمعتقلات وقمع الكلمة الحرة، وبذلك تضيع حقوق الشعب العراقي الذي سطر شبابه أروع ملاحم البطولة في ثورة تشرين التي أثبت فيها الشعب أنه شعب حر ويظل يتطلع للخلاص من سلطة الأحزاب والفساد. أبدأ معك أستاذ شاهو. أستاذ شاهو، كل الدول تهتم حكوماتها ببناء الإنسان، سواء كانت الدول الأوروبية أو في جميع الدول المتقدمة وحتى النامية. ترى في العراق هل لمست اهتماما ببناء الإنسان وخاصة بعد العام 2003؟ تحياتي لك دكتور مجددا وللضيف الكريم والمشاهدين جميعا. حقيقة هناك مقولة يعني دائما تقال بأن بناء الإنسان يسبق بناء الحضارة والأوطان. يعني عندما ننظر إلى التجارب الناجحة في العالم نرى دائما أنهم ركزوا على في الدرجة الأساس على بناء الإنسان أولا، عن طريق تعليمه، عن طريق تدريبه، عن طريق الاهتمام به، عن طريق حتى التفكير بمستقبله. يعني بعض الدول تفكر منذ الآن بأن لا تستنزف ثرواتها حتى تبقى للأجيال القادمة، وهكذا تفكر في الأجيال القادمة أيضا وليس الجيل الحالي. وبالتالي هناك تركيز لبناء الإنسان لأنه هو سيبني الوطن والحضارة. في العراق للأسف يعني من ينظر إلى التاريخ القريب منذ 2003 وحتى الآن نرى أن هناك جميع عوامل تدمير وتحطيم الإنسان وجعله يشعر بأنه ليس لديه أي قيمة وليس مشارك في هذا البلد ولا يستطيع أن يفكر في المستقبل أصلا. نتيجة لذلك كان هناك الحالة اليأس الذي أدى إلى هروب الآلاف من العقول. يعني العراق الآن من أكثر الدول هجرة للعقول، جميع العقول المبدعة والتي تنجز الكثير من الإنجازات تهرب وتقدم هذه الخدمات للدول العربية، للدول الأوروبية، للعالم. تصور أن دول العالم جميعا يستفيدون من العراقي إلا العراق نفسه.
فقط في العراق تم خلق بيئة طاردة للعراقيين، طاردة للعقول، بحيث أن العالم أصبح يشعر بهذه الأزمة، العالم أصبح يتحدث عن اللاجئين العراقيين والذين يهربون لأنهم لا يشعرون بوجود أفق داخل هذه البلاد. للأسف الحكومات السابقة التي حكمت سواء في فترة الجعفري أو في فترة نوري المالكي أو حيدر العبادي أو عادل عبد المهدي وحتى الحكومة الحالية، جميع الصراعات تبرز صراعات حزبية ومصالحية، وهناك يعني دائما أيادي خارجية ومشاكل وميليشيات وتدخلات حزبية. لا يوجد فكرة سامية لدى هذه الحكومات، يعني لا نشعر أن هناك مثلا تركيز من قبل الدولة على الإنسان، على المواطن، على احتياجاته، على ماذا يريد، كيف يمكن تلبية هذه المطالب. لم يفكروا أبدا ب تلبية أو الاستجابة لمطالب المواطنين حتى بالحد الأدنى. يعني الدول دكتور دائما كيف تبقي على نفسها حتى تحافظ على استمراريتها؟ عن طريق أولا تلبية احتياجات المواطنين، ثانيا حماية السيادة، ثالثا الشرعية التي تكسبها من طرف الانتخابات النزيهة. هذه الثلاث أركان غير موجودة في الدولة العراقية، وأهمها عدم الاستجابة لمطالب الحد الأدنى من مطالب المواطنين. لم يستجيبوا لذلك ولم يكترثوا للمطالب، وبالتالي الآن هناك تقارير غربية وخبراء يقولون بأن العراق على شفا الانهيار ويقترب من الانزلاق إلى الهاوية. لماذا؟ بسبب تراكم هذه السياسات الخاطئة، بسبب التركيز على بقدر ما ركزوا على كيفية إغناء وكيفية جمع المكاسب، لم يركزوا على كيفية الاستجابة لمطالب المواطن وتحقيق حرياته وحقوقه، وبالتالي إنتاج مواطن فعال. يعني لماذا المواطن الآن لا يشعر أن هذا البلد بلده؟ لأنه يرى أن يتم استنزاف ثروات هذا البلد، يتم نهبه بطريقة علنية، وبالتالي لا يشعر بالانتماء. يعني يشعر أن هذه أيضا ردة فعل نتيجة إحساسه وشعوره بأن حقوقه الوطنية مسلوبة تماما. اسمح لي فقط أستاذ شهوة أن أنتقل بالسؤال للدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء، من وظيفة أو وظائف الحكومة في كل دول العالم هي خدمة المواطن، خدمة الشعب، ولكن في العراق بعد العام 2003 وحتى الآن خبراء اقتصاديون يتحدثون عبر وسائل الإعلام الغربية، يقولون بالأدلة القاطعة والبراهين بأن هناك أكثر من تريليون ومئة مليار دولار تم سرقتها من ميزانيات العراق، من ثروات الشعب العراقي. ترى أين المواطن من معادلة الحكومة في العراق، حكومات ما بعد الاحتلال؟ في البداية أحييكم وأحيي ضيفكم الكريم وأحيي كل مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. حياك الله دكتور. توجد مقولة لكارل ماركس الاقتصاد المشهور، أنها تقول وهي: الإنسان أثمن رأس مال. مع الأسف الإنسان في العراق ليس هو أثمن رأس مال، والدليل على ذلك منذ 2003 ولحد الآن هناك أنا أسميها أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية وحتى أخلاقية. هناك مسخ للعلاقات الاجتماعية، هناك تدمير للبنى التحتية، هناك تدمير لاقتصاد الوطن العراقي، هناك تدمير لكل ما هو إنساني. لذلك خرجت مظاهرات تشرين 2019 بالشعار التالي: نريد وطن. ما هو الوطن؟ الوطن هو الذي يلبي احتياجات مواطنيه. نحن نعيش في دول خارجية، نحن نعيش، أنا الآن أعيش في النرويج، والإنسان هو ناصح هنا أثمن رأس مال. حسب النظام الانتخابي وحسب النظام البلدي الإنسان يهتم به من كل الجوانب، وذلك هذه الدول تسمى دول رفاهية المواطنين. وأنا كتبت عدة مقالات حول هذا الموضوع، حول المؤسسات الدستورية والاقتصادية والقانونية في النرويج. من 1814 يوجد دستور في النرويج ويطبق هذا الدستور، وتوجد انتخابات بلدية ومن ثم انتخابات برلمانية وتفوز الأحزاب، ومن ثم تشكل الحكومة وتقدم هذه الحكومة إلى الملك، لأن عندنا في النرويج نظام
الملكية الدستورية، وهذا نظام محترم. يعني أحكي لكم بصراحة، أنا خريج الاتحاد السوفيتي، وعندما أتيت لاجئا إلى النرويج في العام 1987 شاهدت التطبيق الاشتراكي الحقيقية في الدول الاسكندنافية، خصوصا في النرويج، على الرغم من أنه توجد علاقات قديمة في زمن لينين بين النرويج وبين الاتحاد السوفيتي. نرجع مرة ثانية إلى العراق. هناك أزمة اقتصادية، هناك أزمة اقتصادية، لا أنه لا توجد صناعة متطورة ولا توجد زراعة متطورة ولا نعتمد على الاستيراد. قتل الاقتصاد الوطني العراقي. الاقتصاد الوطني العراقي اقتصاد ريعي، يعني معناته أنه واردات النفط أو مداخيل النفط كما نحن نسميها الاقتصاديون 95% هي التي تميئ 95% من ميزانية العراق تمول من قبل مداخيل النفط. معناته احنا لو ينقطع تصدير النفط لا مات العراق. طيب اين هي صناعتنا؟ اين هي وزراعتنا؟ لماذا الان نعتمد على الاستيراد؟ كل ما هو موجود في السوق العراقية الان هو انتاج من قبل دول اخرى مستورد. يعني دكتور سنة، العراق كما هو معلوم عملة صعبة من العراق. نعم. استيراد هذه المواد الغذائية والسلع الضرورية. نعم. العراق بلد نفطي كما هو معلوم، يعني يمتلك من الثروات الطبيعية الهائلة، بالإضافة إلى ما تفضلتم به الثروات البشرية المهملة أو المحاربة. هناك في النرويج مثلا كمثال، يعني هناك معلومات يعني قرأناها عن هذا البلد، مثل ما قرأنا عن باقي البلدان في أوروبا أو الدول الإسكندنافية، بأنه حتى أجلكم الله النفايات بمختلف أنواعها يتم تدويرها من أجل خلق فرص عمل وبالتالي تحسين مستوى الدخل للمواطن الإسكندنافي أو النرويجي أو السويدي إلى آخره. هل المشكلة في النفط أم المشكلة في الشعب أم المشكلة في الحكومة بالنسبة للعراق على هذا الانهيار الاقتصادي وهذا التدهور في كل مناحي الحياة؟ المشكلة بالدرجة الأولى في الحكومة التي تدير العراق، التي تحكم العراق، المحاصصة الطائفية التي تحكم العراق. نعم، هو موجود في النرويج نظام تدوير النفايات، وحتى في كل بيت موجود عدة حاويات ترمي في كل حاوية نوع النفايات. أرجع مرة ثانية للعراق، العراق مع الأسف لا توجد فيه هذه الخدمات، لا خدمات صحية ولا خدمات كهرباء ولا خدمات تعليم. يا أخوان التعليم، شوف مدارسنا بالطين مبنية، السقوف تنضح ماء الأمطار، الطلاب على 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 الماء يجلسون. يا أخي أين ذهبت الأموال؟ بعدين هناك ما تسمى في الدول الإسكندنافية خصوصا النرويج ما يسمى بصناديق السيادية، يعني استثمار مداخيل النفط ليس فقط في دولها وإنما تستثمر كذلك في الخارج. يا أخي النرويج عايشين على الضرائب، إحنا ندفع ضرائب واستثمار هذه الضرائب، أما الصناديق السيادية فهي تستثمر مداخيل النفط. أنا أقول لك صحيح، عندما حدثت أزمة كورونا بالنرويج تم أخذ 8.5 مليار دولار امريكا زين لاجل من اجل تحقيق القضاء على ازمه تحقيق متطلبات التنميه الاقتصاديه بالنرويج. نرجع مره ثانيه للعراق. العراق يا اخي مع الاسف لا توجد فيه خطط اقتصاديه، يعني اذا كنت هذه الورقه البيضاء او غيرها وغيرها هذه عباره عن حبر على ورق. يا اخي عندنا اكثر من خطه اقتصاديه. طيب اين هي الخطة الاقتصادية التي دائما انا اقول عليها؟ ها 2018 2022 راح سوف تنتهي 2022، ما هي ها الخطة طيب. الاقتصادية وين هي النتائج؟ طيب نرجع مرة ثانية، لماذا لا توجد حسابات ختامية في العراق؟ من زمن المالكي لحد الان لا توجد حسابات ختامية. طيب أنا كيف أبني الاقتصاد الوطني العراقي إذا لم توجد حسابات ختامية؟ لذلك ترى أنه دائما خرجوا في هذا ما يسمى ب الورقة البيضاء وإلى آخره وغيرها، وكذلك مسألة دفع أموال المواطنين لشراء المواد الغذائية. يا أخي يوميا يخرجوا لنا بمسألة يعني تافهة من أجل ترقيع
مو تلقيح، وانما تلقيح حكمهم، تلقيح اجراءات. اما اين هي الخطوط الاقتصاديه؟ اين هي البرامج الاقتصاديه؟ طيب لماذا يوميا تتغير هذه البرامج؟ نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت، ساعود اليك مره اخرى. استاذ شاهو، طبعا هناك منظمات مختصه بالرفاهيه تقيس مستوى الرفاهيه في الدول. اين يقع العراق من تقارير هذه المنظمات واهتماماتها؟ كما هو تعلم، يعني كما ما تعلم ايضا، يعني هناك هرم للاحتياجات الانسانيه وفق هذا الهرم وهذا المعيار، كيف ينظر الى العراق؟ طبعا دائما العراق يحتل ذيل القوائم، سواء من ناحية الرفاهية، من ناحية حقوق الإنسان، من ناحية الحقوق الصحفية، الحريات، جودة الخدمات الصحية، حتى في هذه القائمة أيضا كان في ذيل القوائم، السعادة، الفرح، دائما في أكثر الشعوب حزنا بسبب التصرفات السياسية وبسبب الوضع السياسي الذي يمر فيها البلاد. يعني حسب هرم ماسلو، الإنسان دائما لديه مجموعة من الاحتياجات، يعني كلما حصل أو تمتع بهذه الاحتياجات يذهب إلى الأعلى، يعني يفكر في الأمور الكمالية أو الأمور التي نسميها الجماليات أو الأمور التي تزيد من رفاهية الإنسان. في العراق للأسف، يعني في دول العالم وأغلب الدول، دائما الإنسان يتحقق له الأمور، الحاجيات الأساسية مثل الغذاء والدواء والتعليم وإلى آخره، وبالتالي يفكر في أشياء أسمى. يعني أما في العراق لا يسمح له بأن يتمتع بهذه الحقوق الأساسية، وبالتالي لا يستطيع أن يفكر بالأمور التي نسميها التي تزيد من رفاهية الإنسان. يعني لا يستطيع أصلا أن يفكر أو أن يعني يتفرغ للتفكير بهذا الأمر. يعني هو للأسف دائما تركيزه على لقمة العيش. طيب دكتور ساشا، يعني البعض يتحدث ويقول من داخل الحكومة، يقول أن العراق في السابق لم يكن فيه مولات، لم يكن فيه مثلا تجمعات تجارية، ولكن الآن المواطن يركب سيارة آخر موديل، يعني يرتاد المولات الفارهة. من وجهة نظرك، هل هذا بالمؤشر، يعني كمؤشر هو مؤشر يعني تحسن في الرفاهية لدى العراقيين، أم هو موضوع ترسيخ الطبقية؟ كيف تنظر إليه؟ طبعا أولا لا يستطيع أحد أن يقوم بمشروع استثماري إلا أن يكون هناك مسؤول بظهره أو يدفع حصة لمسؤول، هذا يعني الأمر ثابت والجميع يعرف هذا الأمر. هذا الأمر لا يقتصر على المولات الكبيرة، بل حتى النشاطات الصغيرة التي في المحافظات المدمرة يجب أن تدفع نسبة لسياسي أو لميليشياوي أو لرئيس فصيل. أما بالنسبة لي، هل يعني يقارن الأمر بالبنايات المرتفعة أو بالمولات أو إلى آخره؟ هذه الأمور الجميع يعلم من يمتلكها. يعني الآن إذا تذهب إلى العراق، تذهب إلى محافظة، تسأل عن هذه البنايات والممتلكات، الجميع يعلم أنها إما لسياسي أو لتاجر قريب من سياسي. ثانيا، من المؤكد أن هذه الأموال الطائلة، أموال النفط، أموال الإيرادات، المنافذ الحدودية، بلا شك سيكون هناك طبقة قادرة على شراء ما تريد، وطبقة تتمتع بخيرات هذا البلد. بلا شك هناك طبقة واسعة، يعني السياسيين ليسوا فقط هم من يتمتعون بالخيرات، بل الطبقة القريبة منهم، عوائلهم، أقربائهم، جميعهم يتمتعون بهذه الأموال. أما إذا يعني نظرنا إلى هذا الأمر واعتبرناه معيارا بأن الشعب العراقي يعيش في رفاهية، هذا خطأ كبير، يعني يجب أن لا يقع فيه أي شخص. عندما تذهب إلى المناطق العشوائيات، وعندما تذهب إلى نسبة الفقر ونسبة البطالة، وأيضا يعني النسب العالية للبؤس الذي يعيشه العراقيون وأسباب التظاهر، يعني دائما العراقي ينتظر أي فرصة حتى يتظاهر. إذا كان فعلا يتمتع بالرفاهية، لماذا يتظاهر أصلا؟ لماذا ينتقد الحكومة أصلا؟ لماذا يفكر في الخروج و يعني مواجهة الرصاص الحي بصدره العاري؟ إذا كان يتمتع بخيرات البلد، هو يشعر أن هناك ازدواجية، وهناك عدم يعني ظلم في توزيع الخيرات، وبالتالي هو يخرج. وإلا لو كان هناك مساواة، يعني الجميع يعاني من الفقر أو الجميع يعاني من عدم وجود الثروات وعدم وجود الرواتب، لكان يتحمل. ولكن عندما يشعر بوجود الطبقية، وعندما يشعر أن أبناء قادة الفصائل وأبناء قادة الأحزاب يتمتعون بسيارات فارهة،
أقل سيارة مبلغها يعني أقل من 100,000 دولار إلى فوق وإلى 1,000,000 دولار، ويعني يصرفون هذه الأموال بصورة علنية ولديهم صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. كيف تريد أن يقبل المواطن الفقير هذا الأمر ولا يخرج ليطالب بحقوقه؟ يعني حاولوا تغديره مرارا، تغديره أما بالأفكار الدينية أو بالأفكار الوطنية أو بالأفكار القومية، وجعلوه مخدرا، وأن هذه الأطراف السياسية هي التي تقوم بحمايتك. ولكن هذه الأوهام تبددت. الآن هناك جيل جديد يتساءل من أين لك هذا؟ يعني مختصر مفيد، إذا أنت مجاهد ومناضل وتدعي نفسك ترفع شعار تحرير القدس والمقاومة، من أين جئت بهذه الأموال؟ من أموال العراقيين. يعني أموال العراقيين. إذن أنت ليس عملك الجهاد مثل ما ترفع هذا الشعار وتؤسس ميليشيا وتدعي يعني النضال ضد القوات الأمريكية، بل أنت عملك كيف تنهب هذه الثروات؟ أستاذ شغو، عذرا للمقاطعة، هناك لقاء قديم منذ عام 2008 لعادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق، يتحدث عن أن ميزانيات العراق من 2003 حتى 2008 تكفي لتوزيع شقق لكل مواطن عراقي شقة في لندن لهذا المستوى. يعني تصور حجم هذه الميزانيات، والمواطن العراقي لم يرى لا كهرباء لا خدمات لا تعليم لا شوارع مبلطة، فقط هذه المولات التي تبنى هي لصالح الأحزاب، فقط الأماكن عندما يتحدثون عن الترفيه، فلكل مواطن في العالم أصبح لديه موبايل وأصبح لديه أي ممتلكات العادية لكل مواطن، يعني وسيارة الفارهة أيضا، يعني لا دخل للحكومة بها. استراتيجية معتمدة يعني متعمدة من قبل الأطراف السياسية حتى لإهمال أي مؤسسة حكومية صحية أو تعليمية على حساب تقوية مؤسساتهم الأهلية التي يقومون بأخذ الأموال من العراقيين، وبالتالي يعني حتى في هذا الأمر لديهم استراتيجية لإضعاف أي مؤسسة حكومية حتى يبقى الفقير لا حل له إلا اللجوء إلى هذه المؤسسات الأهلية التي هم قاموا بتأسيسها. سنتحدث عن هذا الموضوع ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. عادة تجد هناك حزب سياسي عنده ذراع مسلح، ولكن في العراق العكس هو الصحيح، الأضلع المسلحة عادة أضلع سياسية، يعني هي اللي تتحكم في الدولة وفي الشارع، لم يتغير أي شيء. كيف يمكن الدفع أكثر باتجاه أن تسير هذه الثورة وهؤلاء الشباب خطوات متقدمة في هذا الاتجاه؟ أي مشروع سياسي في العراق تشرين أو غير تشرين ما يطرح رؤية تتضمن بناء الدولة العراقية هو مشروع وهمي. هذه الأحزاب وميليشيات انتهت صلاحيتها التاريخية، وصلت إلى طريق مسدود. وما يحدث الآن في إيران من احتجاجات من أسبوعين، يعني أكبر يعني تحدي للنظام من سنة 79. هذا الشعار ميت وطن لابد أن يترجم إلى برنامج سياسي، إلى خارطة الطريق بخطوات عملية، هو هذا اللي لازم ما حيشتغل عليه. أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك بكندا الدكتور صباح الناصري في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات الآتية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على حقوق المواطن العراقي الضائعة في ظل نظام المحاصصة، بالانتقال بالسؤال إلى الدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء، بالعودة إليك مرة أخرى، حق المواطن العراقي بالنفط بثرواته في بلده، لماذا لا يحصل المواطن العراقي على حقوقه في النفط ويعيش حاله كحال باقي دول الخليج الغنية بالنفط؟ نعم، الجواب على هذا السؤال هو ما يسمى عندنا الاقتصاديين بالتوزيع العادل للثروات. مع الأسف لا يوجد توزيع عادل للثروات في العراق،
ولذلك ترى قبل أكثر من سبع سنوات خرج ما يسمى بترو دولار، على أساس أنه المحافظات التي يتم فيها إنتاج يعني استخراج وإنتاج وتصدير النفط من عندها يجب أن تحصل على ما يسمى بالبترو دولار، يعني مقابل ما تنتج توجد نسبة معينة، لكن مع الأسف وحتى هذا المبدأ لم يطبق. لماذا؟ لأنه سيطرت الأحزاب السياسية وسيطرت المكاتب الاقتصادية على ثروات البلاد، لذلك لم ينتفع الشعب العراقي من هذه. نرجع مرة ثانية إلى مسألة توزيع الثروات الاقتصادية. مسألة توزيع الثروات الاقتصادية عدالة غير موجودة بالعراق، في حين ترى أنه في دول أخرى هذه الثروات تستخدم في مشاريع اقتصادية صناعية زراعية، بناء البنى التحتية، بناء المطارات، بناء المدارس، بناء الجامعات إلى آخره للمواطن العراقي، لكن مع الأسف لا توجد هذه. هناك نقص في المدارس الآن، حتى الجامعات الحكومية بدأت لا تعمل بالمستوى المطلوب أو لا يمكن تعمل بالمستوى المطلوب لأنه لا يوجد اهتمام بها من قبل الحكومة. الأحزاب السياسية، مختلف الأحزاب السياسية، أسست ولا زالت تؤسس جامعات أهلية، حتى المدارس مدارس أهلية. يعني الآن المدارس الحكومية لماذا لا توجد اهتمام بها ولا توجد لها ميزانية ولا توجد بناية صالحة؟ لذلك ترى أنه المواطن العراقي على مستوى منخفض من التعليم، وهذا طبعا يسبب أنه تسرب المواطنين أو الأطفال من المدارس وحتى طلاب الجامعة، حتى لو أكمل الدراسة الجامعية تراه يعمل في أعمال تجارية وأعمال بسيطة، في أعمال بناء وهل المجرى. ونحن نعرف قبل كذا سنة خرجت مظاهرات أمام وزارة التعليم العالي وفيها حملت شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، قامت الشرطة برش الماء الحار على خريجي الجامعات العراقية وعلى حملة شهادات الدكتوراه والماجستير. يعني هذا أنا أعتبره عار على العراق، عار على وزارة التعليم العالي العراقية. لماذا يا أخي الناس خرجوا بيطالبوا بتعيينه؟ يعني معنى ذلك أنه توزيع الثروات. لماذا هناك توجد فئات تابعة للأحزاب ولا تحمل أي شهادة وتراها أنها غنية، سيارات فارهة، بيوت وقصور، ورؤوس أموال موجودة بالخارج وإلى آخره؟ يعني معناته ثروات الشعب العراقي يتمتع بها قلة قليلة، فئة وفئة قليلة من العراقيين، ولا توزع بتوزيع عادل. لذلك نرى أنه انحطاط الأخلاق، وهذا طبعا مثل ضروري، يعني مسألة طبيعية، لأن طالما أنت ترى أنه البطالة موجودة، فهناك عندما أقول موجودة وحقك أن الفراغة لمفسدة طبعا. طيب، لذلك ترى أن انتشار المخدرات وانتشار العصابات وإلى آخره، لأن الفراغ موجود. يعني شو معناته الفراغ؟ لم يأتي عن عدم، الفراغ أجى عن بطالة موجودة بنسبة 40% بالعراق، وهذا شيء طبعا مهول. نحن لماذا لا نستثمر ثرواتنا الوطنية في إنشاء مشاريع اقتصادية مختلفة لجذب الأيدي العاملة، لتشغيل الأيدي العاملة؟ وهذه طبعا مسألة مهمة جدا في توزيع الثروات. في حال لو تم فعلا إنجاز هذه المشروعات، اسمح لي دكتور سناء أنتقل بالسؤال للأستاذ شاهو، في حال لو تم إنجاز هذه المشروعات أستاذ شاهو، مشاريع استثمارية من أجل خلق فرص عمل، هل هذا يؤثر على المشروع الإيراني في العراق؟ طبعا. لماذا يتم يعني ضرب قطاع الصناعة بالعراق؟ لماذا بعد 2003 أصبحنا نسمع عن أرقام مهولة، يعني الآلاف من المعامل تعطلت أو تم سرقة يعني أدواتها وتهريبها إلى الخارج وتوقفت عن العمل؟ لماذا لا يوجد أي مشروع استراتيجي أو مصنع أو معمل استراتيجي يعمل في أي محافظة عراقية؟ يعني هذا السؤال
يعني الجواب يأتي فورا، لأن هناك دول وخاصة الجانب الإيراني الذي يريد احتكار السوق العراقي بالكامل. اليوم كان هناك أيضا أرقام جديدة تؤكد أن العراق أكثر الدول التي تقوم باستيراد المواد من إيران مرة أخرى، وبالتالي لو كان هناك فعلا استثمارات حقيقية، لو كان هناك صناعة حقيقية، لما استطاع الجانب الإيراني أن يصدر كل شيء، كل شيء حسب يعني الجودة، جودة قليلة، جودة كبيرة، أي شيء يتم يعني يصدر إلى العراق، وأحيانا قد يمنع بكتب رسمية ولكن يدخل بحجة أنه منتج عراقي، أو يدخل عن طريق تغيير تاريخ الصلاحية. الآن العراق يستورد حتى البنزين من إيران، ويستورد حتى الغاز، ويستورد حتى التمر، كل شيء من إيران، لأنه تم. أنا أتصور أن هذا الأمر لم يكن محض صدفة، يعني تدمير الصناعة الداخلية وتعليق عمل هذه المعامل الكبيرة التي هي موجودة، يعني لا تحتاج إلا إلى استئناف العمل، وأصلا ليس هناك داعي للحكومة والدولة أن تتدخل، يعني المواطن يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، ولكن يبدو أن هناك كان هناك تعمد وبرنامج ممنهج لتعطيل هذا الجانب، لإنهاء الصناعة، لإنهاء اليد العاملة. طيب ما رأيك في شيء، لو عندما يتحدث المسؤولون الحكوميون عن أنه لابد لنا من يعني إقامة منشآت في إيران بأموال عراقية من أجل استيراد الغاز من إيران، يعني أنا أعطيك مبلغ كبير، مليار دولار، 100 مليار دولار، لكي أتدين منك، هل هذا فكر دولة، فكر حكومة، فكر ناس مؤتمنين على العراق؟ هذا إبداع في طرق النهب وخدمة الآخرين. يعني الغريب في تصرفات الأحزاب السياسية وحتى الميليشيات الطائفية داخل العراق أنها تضحي بكل شيء من أجل تحقيق المصلحة الإيرانية، يعني هي تأخذ الخيرات والثروات ورواتبها وسلاحها ومصالحها من الدولة العراقية ومن خيرات العراق، بينما هي مخلصة للجانب الإيراني، كما رأينا في تصريحات السيدة النائبة حنان الفتلاوي التي انزعجت من إدانة إيران، وهي ممثلة للعراق، يعني من المفترض أن تكون ممثلة للشعب العراقي، بينما وهناك جلسة عربية لإدانة القصف الإيراني، بينما هي العراق الوحيد الذي يعترض على هذه الإدانة. يعني هذا من المضحك المبكي هذه المواقف. وبالتالي هؤلاء السياسيين أيضا، يعني حنان الفتلاوي بموقفها هذه لا تجسد فقط شخصية، بل هي فكرة، والفكرة لا تموت كما يقال. يعني الجميع السياسيين الذين يعتبرون أنفسهم جنود مخلصين لمشروع ولاية الفقيه، يرون أن من أولوية عملهم أن يخدموا هذا المشروع، سواء من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، من الناحية الأمنية، عن طريق فتح الطريق أمام هذا المحور حتى يذهب إلى سوريا مرورا بلا لبنان، عن طريق تعطيل الاستثمارات الداخلية. وليس هذا فقط، يعني دكتور، لماذا أنت تعرقل المشاريع السعودية داخل العراق؟ لماذا أي مشروع سعودي يطرح الميليشيات ترفض هذا الأمر، وترفض أن يدخل أي مشروع خليجي للمناطق العراقية والجنوب أو أي مشاريع استثمارية؟ يعني تصور يصل إلى هذه الدرجة أن يتم التهديد بالقصف هذه المشاريع الاستثمارية أو نهبها في حال دخلت، فقط حتى لا يؤثر على الاستثمارات أو النفوذ الإيراني داخل العراق. يعني وصل لدرجة أنك تقصف بلدك فقط لأجل مصالح الآخرين. هذه العقلية دكتور لا يمكن أن تبني دولة، لا يمكن أن تدير حتى قرية، حتى إذاعة. ولكن قاموا هم ببناء المعتقلات والسجون، لماذا لم يقوموا ببناء مثلا؟ طبعا أنت قارن المعتقلات بالسجون وقارن المدارس. من يهتم بالسجون هذا يعني أنه يؤسس لجيل كامل يدخل السجن، وجيل كامل من الفوضى والميليشيات، ولا يهتم ببناء المدارس حتى يبني الإنسان. اسمح لي استاذ شاغر، ننتقل بالسؤال الدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء، البنى التحتية في العراق الاقتصادية في كثروة زراعية، كثروة سمكية، ما جرى في السنوات الماضية من حرق للحقول واستهداف لهذه الثروات، من قبلها استهداف لرأس المال البشري وهو أهم شيء وأهم مورد وطني في كل الدول، استهداف العملة في العراق، يا ترى كيف تنظر إلى الجانب الاقتصادي في العراق رغم ارتفاع أسعار النفط، رغم يعني ارتفاع
رينج الواردات من الدولار في العراق، تهريب العملة، ترى كيف تنظر إلى الواقع الاقتصادي المقبل وكيف تنظر إلى حصة الأجيال القادمة، الأجيال العراقية القادمة في موارد بلدهم؟ أولا طبعا الأجيال القادمة مع الأسف طبعا لا تستفيد من هذا. لماذا؟ لأنه استثمار الأموال التي نحصل عليها من تصدير نفط لا تستثمر بشكل جيد بالعراق. وأنت قلت طبعا يعني من حيث البنى التحتية نأتي إلى الشوارع، إلقاء نظرة على حوادث السير في كل طرق العراق وخصوصا المنطقة الجنوبية والوسطى وحتى الشمالي إلى حد موصل، ترى أنه هذه الطرق غير صالحة للسير، يعني من جنوب كركوك وأنت رايح للبصرة كثرة الحوادث وكثرة الوفيات وكثرة هدر المال العام. نأتي إلى حرق المزارع، حرق المحاصيل، تدمير وإنفاق الماشية، موت الماشية، موت الأسماك، يعني سنويا تحصل مشكلة في الانتاج الزراعي بالانتاج الصناعي بالطرق إلى آخره. معناته أنه لا يوجد استقرار بالعراق، لأن استثمار هذه الثروات التي نحصل عليها من تصدير نفط لا يتم بشكل علمي جيد ولصالح الشعب العراقي. نرجع مرة ثانية ونقول أنه هذه الأموال تصدر إلى الخارج، سواء كان عن طريق غسيل الأموال لتستثمر ولتوضع في بنوك خارجية في دول الجوار. وأنا قلت أكثر من مرة أنه العراق ساهم في حل الأزمة الاقتصادية في لبنان وفي حل الأزمة الاقتصادية في إيران، ولا زال لحد الآن يصدر نفط نصف مليون برميل إلى لبنان هكذا من أجل حل الأزمة الاقتصادية. انظر إلى أزمة المصارف في لبنان والاعتداء على الموظفين المصارف في لبنان، هذه الأزمة الاقتصادية العراق يقوم بحلها، تصدير الأموال، استثمار الأموال إلى آخره. وأنت تعرف أنه كثير من الأموال التي كانت موجودة في المصارف اللبنانية قد احترقت، يعني معناته شنو؟ أنه أصحابها خسروها. وطبعا بعد السؤال اتضح أنه الأموال التي كانت بأسماء شخصية ذهبت إلى الريح، ما عدا الأموال التي صرح بها أنه كانت تابعة للحكومة العراقية لا زالت موجودة في المصارف اللبنانية. نرجع مرة ثانية إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان، انتهت ولا تنتهي لحد الآن، لا زال موجود الأزمة الاقتصادية. الأزمة الاقتصادية في إيران، العراق سام ولا زال يسام لحد الآن باستيراد المواد الغذائية والسلع وحتى الغاز من إيران. وترى أنه هذا استيراد الغاز والنفط من إيران يتم بسماح من الولايات المتحدة الأمريكية كل 3 أو 4 أشهر. يعني العراق عليه أن يجدد العقد مع إيران، عليه أن يتوسل بأمريكا من أجل السماح للعراق باستيراد الغاز والنفط منها. يا أخي مسألة غريبة عجيبة، لماذا يحرق النفط العراقي في برا وفي أخرى وفي كركوك؟ وهناك معامل، هناك دراسات اقتصادية أنا قرأتها باقتصاديين عراقيين مهندسين عراقيين نفط موجودين بالخارج، قالوا من أبسط الأشياء أنه نعمل مصانع لتحويل هذه الغاز بدل ما حرقه تحويل إلى غاز سائل واستثمار واستخدامه بالعراق في المقام، كما كنا سابقا في 70s القرن الماضي كان الغاز موجود بكثرة تذهب إلى البنزين، أي بنزين خانة في أي منطقة أنت ساكن فيها. إذن تقوم بتبديل اسطوانات الغاز. إذن إيران تقوم بحل إيران تقوم باستنزاف موارد العراق لصالح دول ضمن مشروعها الطائفي في المنطقة. اسمح لي دكتور سناء، سأعود إليك مرة أخرى، أستاذ شهوة أيضا. مشاهدينا الكرام، فصل قصير ثم نكمل الحوار، ابقوا معنا لو سمحتم.
مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. مرة أخرى نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على حقوق المواطن العراقي المسلوبة في ظل نظام المحاصصة، ولنركز الآن على الحقوق الوطنية المسلوبة. أستاذ شاهو، الحقوق الوطنية كيف تنظر إليها؟ هل الحكومات ما بعد الاحتلال أعطت المواطن العراقي حقوقه الوطنية، صنفت أو سخرت القانون لإنصافه وتحقيق العدالة والمساواة؟ كيف تنظر إليها؟ طبعا إذا نظرنا إلى الأمر كحقوق وطنية وحقوق سياسية بشكل عام، المواطن يعني من حقه أن يشارك في إدارة الدولة، في إدارة البلد، وهذا الحق طبعا محروم منه بسبب احتكار السلطة من قبل هذه الطبقة وعدم السماح لأي أحد من خارج هذه الدائرة بأن يشارك الحكم والسياسة. طبعا يعني جميع المواطنين يجب أن يتمتعوا بالحقوق والواجبات بشكل متساوي، ولكن للأسف السياسات التي تم اتباعها بعد 2003 اعتمدت على تقسيم المجتمع لإضعافه وتصنيف المجتمع أيضا لإضعافه وعدم تطبيق القانون على الجميع بصورة واحدة. يعني نرى أن مجموعة من مكون معين إذا شكلوا جماعة مسلحة القانون يحترمهم ويعطيهم رواتب ويقدسهم ويحصنهم، اما اذا كانوا من مكون اخر فهم ملاحقون وسلمين طبعا مثل ثوار تشرين فرضا، ملاحقون ويتم اتهامهم بانواع الاتهامات، وايضا ثوار تشرين وصل الامر الى محاسبتهم وفق الماده 4 ارهاب، بينما من يقصف مؤسسات الدوله بالكاتيوشا ويفتخر بهذا الامر ويعلن عن تبنيه لهذا الامر، الدوله لا تستطيع او عاجزه عن اتهامه حتى بانه ارهابي، بينما هذه الاتهامات توزع على الشرائح الأخرى، هذه الاتهامات توزع على شرائح أخرى أنهم انفصاليون وأنهم مرتزقة وأنهم ضمن المشروع الموسادي والإسرائيلي داخل العراق. طائفة أخرى يتم اتهامهم بأنهم إرهابيون، بأنهم يجب محاسبتهم 4 إرهاب، طائفة أخرى هكذا. هذه التقسيمات طبعا هذه التقسيمات أدى إلى إضعاف المجتمع، وطبعا هي سياسة أيضا. يعني كما قلنا أن المحاصصة ليس فقط توزيع الحصص وتوزيع المناصب، لا، هي تعتمد على إضعاف المجتمع عن طريق تقسيمه، عن طريق لا تجعله يجتمع على فكرة واحدة. إضافة إلى موضوع آخر، يعني عندما لا تطبق القانون بصورة متساوية يمتلئ السجون بالمعتقلين، وإلى الآن التهم الكيدية موجودة والجميع يتذكر هذا الأمر، وأيضا المخيمات تمتلئ بالمهجرين النازحين الموجودين في المخيمات إلى الآن، وعلى الرغم من المساعدات الدولية وصرف المبالغ الهائلة داخليا إلى الآن موجودون في داخل الخيم. لماذا لا يتم إعادتهم إلى مناطقهم؟ أليسوا مواطنين عراقيين؟ إذن اعترفوا بأن نظامكم الحالي أسس لمواطن درجة أولى، مواطن درجة ثانية، مواطن درجة ثالثة، مواطن لا حساب له ولا شيء، يبقى في المخيم سنة سنتين ثلاث سنوات، الأموال التي ترسل من الخارج إليه يتم سرقة هذه الأموال من قبل من يدعي تمثيله لهذه الأطراف، وبالتالي هم للأسف لم يؤسسوا إلى أن يكون هناك مواطن درجة واحدة مثل الدول المحترمة، هم أسسوا لطبقية كاملة وهناك يعني تصنيفات متعددة نتيجة للإزدواجية في تطبيق القانون ونتيجة لمنح خيرات البلد لمجموعة على حساب مجموعة أخرى. وهذا الأمر لا يؤسس للاستقرار، هذا الأمر يؤسس للحقد والانتقام وأيضا للفوضى مستقبلا. وهذا الأمر للأسف على الرغم من الأخطاء السابقة والتي أدى إلى ظهور الإرهاب وأدى إلى دخول العراق في المشاكل، إلى الآن هناك عقلية مصرة على اتباع نفس الخطوات التي أدت بالعراق إلى الانهيار. طيب، إلى الآن لا يوجد إدراك بأن العالم جميعه يتعلم من أخطائه السابقة، هؤلاء لا يتعلمون، مصرون على اتباع نفس الخطوات. طيب، حتى يصلوا إلى نفس النتيجة. طيب استاذ شاهو، دكتور سناء، لو سمحت في دقيقتين، العراق لا يخلو بالطبع من العقول
العراق غني بالعقول بالثروة البشرية ورأس المال البشري، وهو من الحضارة في وادي بلاد الرافدين هي من علمت العالم الكتابة. من وجهة نظرك الآن الحلول من أجل نيل المواطن العراقي حقوقه الوطنية والاقتصادية، من وجهة نظرك في ظل نظام المحاصصة هل هناك حل؟ الحل هو القضاء على نظام المحاصصة وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب. لدينا عقول كثيرة لكن لم تعطى فرصة لإدارة البلد، لإدارة اقتصاد الوطن العراقي، لإدارة كافة مؤسسات الدولة. مع الأسف الفساد نخر المؤسسات مؤسسات الدولة العراقية. الفساد يستشري يوما بعد يوم. هذه الظاهرة لم تكن موجودة في السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. علينا أن نرجع مرة ثانية ونستثمر الكفاءات العراقية الموجودة داخل العراق. وأنا نوهت قبل دقيقتين قلت ماذا فعلت وزارة التعليم العالي عندما جاء حملت الشهادة العليا الكفاءات العراقية في مختلف الاختصاصات، قاموا برش الماء الحار. يا أخي هذا حرام. نحن نقتل الكفاءات العراقية برش خراطيم المياه الحارة. نساء وشباب. نعم. نحن معناها هذا نقتل الكفاءة العراقية في مكانها. لذلك طبعا ثورة التشرين لا زالت مستمرة، وأعطوني وطن وأبحث عن وطن. نبحث عن وطن الكفاءات تستخدم من قبل الحكومة العراقية، والكفاءات لها مكانها في إدارة الدولة العراقية. نعم تفضل. شكرا جزيلا دكتور. أستاذ شاهو، يعني ثورة تشرين هي الخلاص من وجهة نظرك من أجل نيل المواطن العراقي حقوقه كاملة، الحقوق الوطنية والإنسانية والاقتصادية؟ تم التآمر عليه بكل الوسائل وبتدخل خارجي وبقمعه بكل وسائل العنف والقتل والقنص وإلى آخره، وحتى دفع الأموال لشراء الذمم لأنهم عرفوا أن هذا المشروع خطير وسيؤثر على مستقبلهم. بلا شك أن الشعارات التي رفعت في تشرين كانت شعارات صادقة، كانت تطمح إلى بناء دولة حقيقية، دولة مؤسساتية، دولة تتعامل مع العراقيين بنظرة واحدة وبتعامل واحد، ولكن للأسف لم يسمحوا لها بالانتصار لأنه سوف يقضي على هذا المشروع الطائفي الذي بنوه خلال السنوات الماضية، وبالتالي سوف لن يستمر. يعني هذا الأمر ثابت لن يستمر وسيعود التظاهرات من جديد لأنهم لم يقدموا حلول منطقية، بل قاموا بإخماد الثورة بالقوة، وسيخرج مجددا لأن أسباب الخروج وأسباب التي تدفع المواطن إلى الخروج إلى الشارع موجودة إلى الآن ولم يتم معالجتها حتى الوقت الحالي. شكرا جزيلا أستاذ شاهو القرداغي الباحث والكاتب السياسي العراقي ضيفي في الأستوديو، وشكرا جزيلا الدكتور سنة عبد القادر الخبير الاقتصادي العراقي ضيفي عبر سكايب من النرويج. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.